أهلا بكم. أكدت بيانات البنك المركزي الأردني نموا ملحوظا في حجم الدخل السياحي للمملكة خلال العام الحالي مقارنة بالمستويات التي سجلها خلال العام الماضي، وسجل مستويات قياسية في أشهر معينة خلال العام الحالي. بيانات البنك المركزي الأردني أظهرت أن إجمالي الدخل السياحي المتحقق في أول 7 أشهر من العام الحالي وصل إلى 2.5 مليار دينار في 2019 مقارنة مع 2 ملياري دينار في 2018، وذلك بسبب نتيجة ارتفاع عدد الزوار إلى 3 ملايين بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6.3%. وعلى المستوى الشهري، أعلى مستوى لحجم الدخل السياحي للمملكة تحقق في شهر تموز من العام الحالي وبلغ 400 مليون دينار، وذلك نتيجة النشاط السياحي الذي شهدته المملكة في مهرجان جرش وغيرها من النشاطات السياحية. في حين جاء شهر نيسان في المرتبة الثانية في إجمالي الدخل السياحي للمملكة بحجم وصل إلى 358 مليون دينار، وهو الشهر الذي سبق شهر رمضان حيث شهدت السياحة نشاطا في ذلك الشهر. وفي ذات المستوى جاء شهر حزيران كما نلاحظ، وبلغ إجمالي الدخل السياحي المتحقق للمملكة 350 مليون دينار، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في أعداد السياح بنسبة وصلت إلى 27% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث تزامن هذا الشهر مع عطلة عيد الفطر. في حين سجل شهر أيار أضعف حجم في إجمالي الدخل السياحي حيث بلغ 268 مليون دينار بسبب ضعف الحركة السياحية خلال شهر رمضان، يليه شهر شباط الذي حقق 249 مليون دينار تقريبا، حيث سجل تراجعا مقارنة بباقي أشهر السنة. وكما نلاحظ أيضا شهر كانون الثاني جاءت الدخل السياحي جيد بسبب الأعياد وعطل الأجانب، عيد الميلاد المجيد ورأس السنة. ونلاحظ في النهاية بأن شهر أو عام 2019 كان أفضل من عام 2018 بالدخل السياحي. وبالانتقال إلى خبر آخر، قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن المملكة وضعت الأسس التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأجرت تغييرات لمواكبة المعايير الدولية. وقال خلال افتتاحه في عمان أعمال المنتدى الثالث لمسؤولي الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين إن البنك انتهى من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمؤسسات غير الهادفة للربح، إضافة إلى الأشخاص الاعتباريين، وتم تعميم النتائج على الجهات الرقابية وذات العلاقة. رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوى أكد أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أهمية الشراكة الفلسطينية الأردنية في هذا المجال. خلوة نيابية حكومية عقدت يوم أمس في أروقة مجلس النواب حول القضايا الاقتصادية دون صدور أي تصريحات حكومية حول نتائج ما دار من نقاش خلال الخلوة، في حين رشحت معلومات بوجود قرارات حكومية مرتقبة تساعد على تسهيل الأعمال في الأردن. لمتابعة ما جرى داخل هذه الخلوة ينضم إلينا عبر الهاتف أحد المشاركين في الاجتماع، رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار. سعادة النائب خالد البكار، أهلا بك. أهلا بك سيدي. بداية، من دعا إلى هذا الاجتماع والغاية منه في هذا الوقت تحديدا؟ يا سيدي سعد مساك، هو الداعي هو مجلس النواب، لأنه دعت مجلس النواب حقيقة منذ فترة زمنية أن يتواصل مع الحكومة لتقييم أداء الحكومة في كافة القطاعات، وجزء من هذه القطاعات القطاع الاقتصادي. وكان قد توصل مجلس النواب بعد ما قدمنا في اللجنة المالية تقريرا ماليا حول أداء المالية العامة الحكومية واقتصاديا خلال النصف الأول من عام 2019، وأن هناك تباطؤ وهناك بعض الأرقام التي تقوم حقيقة اتخاذ بعض الإجراءات التي تحفز من نمونا الاقتصادي، مما دعا بالمجلس أن يذهب إلى إيجاد خلوة مكان يلتقي به القطاع الخاص مع الحكومة لعرض ما يحتاج القطاع الخاص، ولماذا هذا التباطؤ، وما شو هي المشاكل اللي بيعاني منها القطاع الخاص، وين الحكومة مخفقة، وما هي الجوانب اللي ممكن انها تقوم فيها حتى تسهل
من عملية الاستثمار وتسهل على المستثمرين. سعادة النائب، أبرز القضايا الاقتصادية التي تم مناقشتها في الخلوة، وهل كان هناك نقاط تم التوافق عليها خلال هذا الاجتماع؟ هو بدون شك القطاع الخاص واضح أنه عنده معاناة بأكثر من نقطة. النقطة الأولى يمكن ارتفاع كلف التمويل، هذه واحدة من المشاكل اللي احنا بنحاول دائما نجد لها حل. والنقطة الثانية اللي هي ارتفاع مدخلات الإنتاج وخاصة فاتورة الطاقة، زائد أنه في بعض الإجراءات المتعلقة بالإدارة، سواء الإدارة الضريبية أو الإدارة الجمركية والتخليص على المعاملات وبطاقة مستورد وغيرها، فطرحت كل هذه القضايا وقضايا العمالة وغيرها. حقيقة كل هذه القضايا طرحت أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات، واليوم بعد كل هذا اللقاء كلفت مجموعة من القطاع الخاص بالتعاون مع زميلنا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار لإعداد تقرير ورقة عمل حول أبرز الملاحظات الإجرائية حتى تأخذها الحكومة وتتخذ القرارات اللازمة لتسهيل مهمة القطاع الخاص لتحقيق أهدافه. سعادة النائب، هل هناك قرارات حكومية مرتقبة على إثر هذا الاجتماع؟ لا، القرارات الحكومية المرتقبة ليست، يعني أرجو أن لا نخلط صديقي بين خلوة الأمس، هي فقط لتسهيل مهمة القطاع الخاص. أما في جلسات سابقة مجلس النواب من خلال لجنة المالية أعد تقريرا نصف سنوي عن الأداء المالي والاقتصادي للأردن. جميل. بناء على هذه الأرقام وبناء على التقييم سيكون هناك جملة من القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الأسبوعين أو الثلاث أسابيع القادمة. هذه القرارات حتى نكون يعني واضحين لن تتعلق برفع أي ضريبة أو رسوم، لا بل بالعكس، يعني ليس هناك رفع للضرائب أبدا، ليس لا بل بالعكس، أن هناك دراسة لتخفيض بعض الضرائب كحوافز لبعض القطاعات كحوافز. وإحنا نادينا قلنا أنه ضريبة الدخل، قانون ضريبة الدخل قانون عادل، قانون جيد، لكنه بحاجة إلى بيئة حاضنة. البيئة الحاضنة تتمثل في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات خاصة للمنتجات الوطنية، القطاعات اللي بتنتج عندي بالأردن لازم أخفض عليها، لازم نخفض من ضريبة المبيعات، ولازم نخفض من كلف الإنتاج، لازم نخفض عليهم فواتير الكهرباء، وفي نية لاستخدام حزم كهرباء بأسعار مخفضة تمنح للمنتج الوطني، يعني المصنع الوطني الأردني الموجود هون اللي بنتج، في نية إلى أنه راح نعطيه حزم كهرباء بأسعار مخفضة حتى نساعد من تنافسيته ونخفض من الأسعار الكلية على المواطنين. في نية تتجه اليوم ونحن ندفع باتجاهها، وإن شاء الله أنهم يأخذوا هذا القرار قريبا لتحريك قطاع العقارات بتخفيض الضريبة أيضا على العقار. يعني هناك توجه لتخفيض الضريبة على العقار اليوم، لا سبيل أمامنا. واضح أنه يعني في ظل وجود ارتفاع للعبء الضريبي على المواطنين، قانون ضريبة الدخل لن يؤدي الهدف اللي احنا أقرناه من أجله، ولذلك لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات، منها تخفيض ضرائب ومنها إجراءات أخرى تتعلق بكلف الإنتاج على المنتجين. رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال لقائه وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي يزور المملكة حاليا، إن أولويات الحكومة للمرحلة القادمة هو تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة. وأكد الوزير على أهمية الدعم الأمريكي في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات التي تمثلت في توفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية، وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري نيابة عن المجتمع الدولي. من جانبهم أشاد أعضاء وفد الكونغرس بالدور المحوري للأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والتي ساهمت في جعل الأردن نموذجا في المنطقة. وفي لقاء هو الثاني مع مجموعة من الصناعيين، أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أن الوضع الاقتصادي الحالي بحاجة إلى حلول خلاقة وسياسات مرنة للوصول إلى نماذج قادرة على مواكبة متطلبات العصر واستشراق المستقبل، داعيا إلى ضرورة وضع إطار توضيحي عن عمل كل قطاع وأولوياته على المستويين الوطني والإقليمي. الصناعيون أكدوا أن كلف الإنتاج للسلع المستوردة إلى المملكة أقل من السلع المصنعة محليا بنسبة 25%، كما أكدوا على ضرورة فرض رسوم جمركية كإجراء لحماية الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
الآن الأوان أن نتحدث عن التنوع، وآن الأوان أن نحدد العلاقة السببية بين الفعاليات الرئيسية عودة للمؤسسية والمأسسة والديناميكيات ضمن مجموعة معينة، واخترنا أن نبدأ في شرق عمان، والدعوة الآن للاستمرار إلى الزرقاء. فهذه سيرورة، هذه بداية، هذه أرضية مشتركة مدمجة إن شاء الله من الاهتمامات. وأترك الكلام لكم والاقتراحات، آخذين في عين الاعتبار أنني لا أمثل طرف من الأطراف، ولكنني أسعى لخدمة الصالح العام